من بداية الأحداث احتاجيت أن ألتقي مع حضرتك لأنني تعودت على هذه الصراحة، لأنك تقول ما لك وما عليك، ولذلك أنا سأبدأ منك. كل الزعلانين منك إحنا، والجمهور زعلان منك، لأن في لقائك بإحدى القنوات قلت الوطن أهم من الدم، وإحنا سنين عظيم لشاديشنا بحلوقنا ونصيح بالروح بالدم نفديك يا عراق، نموت ويحيى الوطن، وعدنا الوطن أهم من شيء. تجبت لنا اليوم مفهوم قلبت فيه كل المعادلة. شنو الموضوع؟ أول شيء شكرا لك ولقناة التغيير، وثانيا ندعو الله عز وجل أن يتغمد برحمته كل الشهداء الذين سقطوا على هذه الأرض جراء هذه الانتفاضة المقدسة في مطالبها، ودم الشهيد المنتفض ودم عنصر الأمن في العراق هو دم واحد، هو دم عراقي، وهذا حريص على العراق والآخر حريص على العراق. هي مو معركة بيناتهم، هي مفتعلة، ويجب أن نبحث عن هذا الجن الكامن وراء ما يحصل. الجن الكامن وراء ما يحصل. الزعل أنا ما أدري ليش زعلت. أنت ولوحظ أنه أنا أول مرة أهاجم بهذا الكم الفظيع من الذباب الإلكتروني كما يسمى، وفي وسائل التواصل الاجتماعي على موضوع لا اجتهاد فيه. لا اجتهاد فيه أبدا، يعني لا نحتاج إلى أن نناقش بعض أنه هاي الكلمة العبارة صحيحة أو لا إطلاقا. أنت الآن أنت هسه قلت، حضرتك قلت من يوم كنا حاطين دشاديشنا بين أسناننا نقول بالروح بالدم نفديك يا عراق، يعني العراق أهم من الدم. ليش زعلوا؟ نعم الوطن أهم من الدم. الأمم ليش تسوي جيوش؟ وممكن حتى تحمي الوطن، ويمكن تراق دماءها، مو صحيح؟ هذا البطل اللي لخص شعار نزوله إلى الشارع إيش قال؟ حط على السطر أريد وطن، وهو يدري يمكن يصاب ويراق دمه، بس شجاع مستعد. إذن الوطن أهم من دمه. أنا أريد تساعدني ويعطي دمه من أجل الوطن حتى يبقى 100% الوطن. أحسنت. فالوطن أهم من الدم، الوطن أهم، بدليل أننا مستعدون لأن نعطي ونعطي ونعطي من دمائنا كي يبقى الوطن. أنا راح أسأل، ما هو السر بهذه الهجمة المنظمة على عزة الشابندر بسبب عبارة لا تقبل الاجتهاد؟ يعني شلون يقال لا اجتهاد في موطن النص، النصوص المقدسة طبعا، ولا اجتهاد في موطن النص الذي قلت الدم اللي أريق من طرفين، من المتظاهر ومن القوات الأمنية. أبو الأمن قبل يكون أبو أمن ويقوم بمهمته الأمنية ويدري ممكن يراق دمه، لكن هو كان مستعد قبل أن يراق دمه من أجل حفظ أمن الوطن. والمتظاهر أيضا رفع على صدره أريد وطن، ويدري ممكن يصاب ويستشهد. وين الغلط في أن الوطن أهم من الدم؟